الكلمة الأشهر والأصعب ليه لما بيحصل كي أو بيحصل علاج للكلام ده بيرجع تاني، والنقطة دي بترهق ناس كتيرة جدا، لدرجة إن هما ما بيفكروش في إن هما يخشوا جراحة أو عمل مناظير والكلام ده كله، عشان دايما الكلمة الأشهر للطبيب معلش هترجع تاني بعد الوقت. خلينا نفرق ان مش كل عمليات الجيوب الانفيه فيها هترجع تاني، كويس؟ مش كل العمليات، حتى اللحميات يا دكتور. لا طبعا حتى اللحميات. يعني احنا رقم واحد في مشاكل مثلا بنحلها بجراحات ما بترجعش تاني، زي مريض مثلا عنده بروز في الحاجز الانفي، سبت ريسبير عنده مشاكل انحراف شديد في الحاجز الانفي، عملنا له تجميل للحاجز الانفي بدا يتنفس طبيعي، خلاص ده مشكلته اتحلت ومش هترجع تاني. طيب مريض عنده تضخم في غضاريف الانف مثلا على سبيل المثال، لقينا ان بعض الطرق الجراحيه بيبقى فيها نسبه تضخم تاني للغضروف بعد مده، فده بنوضحه للمريض. يعني ده بيبان يا دكتور في اثناء العمليه؟ لا اثناء طبعا انا بشتغل في ايه بالظبط؟ التول او الطريقه اللي انا بشتغل بيها. الحاجه الثالثه بقى ان في بعض انواع اللحميات الحساسيه الجيوب الانفيه انا بقول للمريض ان فيها نسبه ارتجاع سي 50%، كويس؟ بس مش بكره الصبح. ايوه من بعد سنين. وانا ممكن بالمتابعه اخلي النسبه دي صفر. يعني ممكن يا دكتور بادويه وبحاجات تقلل النسب دي او تعمل ضمور للحاجات دي؟ طبعا طبعا. بالذات اكيد العلم اتطور. لو المريض بدري بياخد علاجات مبكره ما توصلش لدرجه انها تعمل لحميات وتقفل التنفس. السؤال بقى الاهم اللي دايما بساله للمريض، أيوة. هو انت لو عندك البيت مش نظيف وعارف ان هو هتسيب مش نظيف اصله هيتوسخ، مش منطق يعني. فانا لا انا عايز احل المشكله، صح، وبصارح المريض بتاعي بقول له لا المشكله دي حلها نهائي، المشكله دي فيها نسبه ارتجاع 20%، دي فيها نسبه 50%، هنعمل ايه عشان نقلل النسبه دي؟ طريقه المتابعات هتبقى ازاي؟ عشان كده كتير من المرضى دول بيجي عايز يعمل العمليه ومسافر مهاجر بعدها 3 سنين، فقال لك انا عايز بس على الاقل في ال3 سنين دول تبقى مستريح، فاقول له ما اروحش لاي حد تاني غيرك، هعمل لك العمليه لكن لازم يبقى في متابعات هناك. مفيش حاجه اسمها في حالات الجيوب الانفيه اللي هي فيها نسبه ارتجاعات زي ما بنقول ان المريض ما يتابعش، لازم يتابع ياخد علاجات عند اللزوم وهكذا. طب دكتور عايز ارجع تاني لحاجه شائعه برضو، وبالذات ان دي بنشوفها في الاوقات دي، اي حد خبط مثلا او وقع او الكلام ده كله ساعات بيحصل نتوء في العظمه، في بيحصل تلاقي حتى فتحه المناخير فتحه اضيق من فتحه. في ناس بيتطلب انها لازم عشان دي بتاثر على مجرى التنفس ولازم يخش جراحه عشان يعدل ده. وبرضه معلش عايزه اعرف بعد الجراحه ليه يا دكتور المشاكل انها ما بتبقاش رجعت 100%، اسبابها ايه يا ترى؟ ده بيبقى يعني مش هقول بقى عيب طبيب، يعني يا ترى دي هي بتبقى الحاله مش هتتعدل زي ما كان خلقها ربنا؟ وبرضه في اشخاص بيتولدوا يجي يقول لك لا انا مولود حتى كمان عندي عيب خلقي ان انا عندي الفتحات او العظمه معوجه شويه ضغطه شويه. بصي عايزين نفرق بين حاجتين يا مريم. الحاجه الاولانيه مشاكل انسداد الانف بدون تاثير على الشكل الخارجي للانف، يعني الشكل خارجي الانف منتظم مفيهوش مشاكل ولكن المريض مناخيره مسدوده من جوه، اوكي؟ مسدوده مسدوده، فده هنعمل له ده اللي بيعمل شخير يا دكتور؟ من ضمن الاسباب هنعمل له عمليه عشان المريض يتنفس طبيعي من ناحيتين بشكل طبيعي. بالظبط. سواء بقى المشكله في الحاجز الانفي، المشكله في الغضاريف الانفيه، في وجود لحميات وهكذا. اللي انت بتقصديه ان حصل خبطه، فالخبط من بعد الخبطه المريض ما بقاش يعرف يتنفس كويس. طيب بسال المريض انت برضه يقول لك جنب او جنب لا، طيب انت جنب مخنوق شويه، عندك مشكلتين، عندك مشكله في الشكل الخارجي للانف حجمها من اول كده لحد كده، وعندك مشكله في التنفس. انت الشكل الخارجي للانف ده اختيارك نعدله او ما نعدلوش. طب الشكل الداخلي او التنفس ده الاهم بقى، ده ما فيهوش لعب، لازم تتنفس طبيعي. في مريض بيختار انه يعمل الاثنين، يعمل تجميل خارجي وفي نفس الوقت نحسن التنفس الداخلي للانف. المشكله اللي انت سالت عليها الحقيقه ان المريض ممكن ما يتحسنش 100%. ليه بقى؟ طيب خلينا نتفق من الاول على مدى صعوبه المساله. يعني صعبه بالظبط. في جراحات للحاجز الانفي انا بيبقى انجاز ان انا احقق فيها 70-80%، اوكي؟ وفي مريض لا هو حاله هياخد ال 100%. في مريض تجميليا يعني زي ما انت بتقولي ان فتحتين الانف مش قد بعض، تجميليا ممكن ياخد 90%، وفي مريض اقول له لا انت في العمليه مش هتاخد فرق كبير
عن الشكل، في الشكل الخارجي مش في الوظيفة. الوظيفة زي ما اتفقنا حاجة والشكل الخارجي حاجة تانية. والوظيفة هي دي اللي بتهم حضرتك أكيد. يعني في الأساس مش تهمني بس، يفوت تهم المريض كمان أكتر. طبعا عشان خاطر مجرى يعني ده لو حصلت له أي دور برد ولا أي حاجة بالزبط. وحصل انسداد في أي واحدة منهم، ما التانية أساسا كده كده يعني أوريدي حصل لها مشكلة. صحيح. أمال بقى لو التانية اتسدت هيحصل إيه؟ مش هيعرف يتنفس خالص. المشكلة بقى العكس اللي بنشوفها الحقيقة كتير اليومين دول مع انتشار عمليات تجميل الأنف. إن ساعات تجميل الانف بيؤدي لمشاكل في الوظيفه. في الوظيفه، في الوظيفه دي الاهم بالظبط. بعض زملائنا المحترمين ده جراحين التجميل بيهتم اكتر ان هو يضايق الانف شويه، يرفع التب شويه، وده لو اثر على ما يعرف بالنيزل فالف او منطقه صمام الانف في التنفس بيعمل لي مشاكل. وده اللي احنا بتهيالي شفناه مع فنانين يا دكتور وعملوها بره مصر والكلام ده كله ما خدوش النتيجه الكافيه. ربما ان المريض بكل اسف لو دخل في سلسله جراحات بتبقى النتائج مش مرضيه. مش مرضيه طبعا، بيبقى العيب من اول عمليه دكتور اتعملت صح، وصعب ان احنا نعالجها بعمليات تانية اخرى. الصعوبه بتزيد مع التكرار، يعني مع التكرار لان في النوع ده من العمليات بالذات دايما نقول ان الجراح التاني مش محظوظ، لان هو انا بشتغل في الجراحه الثانيه او الثالثه او الرابعه على انسجه مش طبيعيه. اهم حاجه الانسجه دي يا دكتور لو حصل لها تغيير بتاعه الانف بالذات ملهاش زي ما احنا بنقول ايه انها تقدر تتجدد، يعني مش زي في بعض الحاجات تيجي يقول لك لا مثلا الكبد لو اخذوا منه جزء مع الوقت ومع الادويه بيرجع الكبد يكتمل تاني. هكذا بقى الشعيرات بتاعه الانف يا دكتور واحنا عارفين انها دقيقه جدا وضعيفه قوي ورقيقه قوي، يا ترى بقى اي تغيير فيها زي ما حضرتك قلت في عمليه في اي حاجه ليه دايما ما بترجعش زي الاول؟ يا ترى ملهاش بديل؟ ما بتتجددش؟ ما بتحصلهاش؟ في حدود، في حدود، يعني في حدود. انا في حدود طبعا التئام الانسجه بشكل عام له حدود، يعني انا ما ينفعش مثلا على سبيل المثال اشيل غضروف كامل او اشيل نص الغضروف واقول ان هو هيتجدد ازاي؟ لا. فعشان كده انا بقول لحضرتك هي الرساله بس المهمه لازم شغل التجميل الخارجي يصاحبه طبيب انف، يصاحبه محافظه على الوظيفه. انا بتكلم على تجميل الانف تحديدا. سواء لو دكتور تجميل يكون شغال معاه دكتور انف، او لو هو دكتور انف بيشتغل جراحات تجميل تمام، او لو دكتور تجميل بس عارف كويس قوي ايه المناطق اللي هو المفروض ما يلمسهاش او ما يشتغلش عليها او يتجنبها حتى لو صحيح. دي هتأثر على موضوع العملية وتدي له منظر. صحيح. لا حياة المريض وان هو مجرى التنفس كتير من الصورة اللي هياخدها طبعا خارجية على السوشيال ميديا ده اكيد. صحيح. طب ارجع تاني دكتور وبالذات موضوع العمليات.